السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل جدا اسمه 123 Apps. الموقع ده عبارة عن ايه؟ في ادوات خاصة بالفيديو، وادوات خاصة بالاوديو، وادوات خاصة بالبي دي اف، وفي ادوات خاصة بالكونفيرت، وفي حاجات لو انت عندك ملف مضغوط وعايز انت تفكه. يعني هيغنيك عن برامج كتيرة جدا ممكن تكون انت محتاج مثلا تعديلة في البي دي اف، فتضطر ان انت تسطب برنامج، او عايز تفك ملف، او عايز تعدل حاجة في الفيديو. فميزته ان هو اونلاين، مش محتاج تسطيب ولا بتدفع فلوس ولا حاجة خالص. كل اللي عليك انك تعمل حساب وتقول له مثلا انا عايز اسجل الشاشه بتاعتي، فيسجل لك الشاشه. مش محتاج انت تسطب مثلا كامتازيا. عندك فيديو عايز تحط تكست، او عايز تحط ايمج على الفيديو، او ان انت تشيل اللوجو من الفيديو، او تعمل كروب في الفيديو وتلغي جزء من الفيديو، او تعمل روتيت. ممكن عندك انت فيديو، فبدل ما تسطب برنامج مثلا ادوب بريمير وتبدا تشغل عليه، لا ممكن تعدل فيه هنا على طول. او الاوديو عايز تقطع جزء من الصوت فتنزل برنامج مخصوص، لا تقدر ان انت تعدل من هنا على طول، او تشيل الضوضاء مثلا، او انت عندك ملف بي دي اف وعايز تقسمه نصين، او عايز تعمله ميرج دمج، او بورتك عايز تحميه او انلوك، او تحوله لاكسل او وورد، او تحط رقم صفحه، او تحوله الشي ميل، او تحوله الصور. يعني عندي ملف بي دي اف مثلا وعايز اعمل فيه اي تحويل اقدر اشتغل بيه. وفي هنا برضه لو انت عندك امتدادات للصور وعايز تحول لامتداد اخر، او الفيديو او الصوت، او تعمل اي بوك، او تغير في الفونت زي ما انت عايز. كل الحاجات دي موجوده مجانا، تقدر انت تستخدمها، وتقدر تختار من الشريط اللي فوق برضه لو انت حابب.